أقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مأدبة غداء تكريما لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة والوفد المرافق لسموه. حضر المأدبة من الجانب العماني صاحب السمو السيد ديزن بن هيثم السعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام، فيما حضرها من الجانب الإماراتي سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس النفط بإمارة الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، ومعالي السفير محمد بن خيرة الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عمان، وسعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام وعضو المجلس التنفيذي بالشارقة. بعد ذلك ودع عاهل البلاد المفدى عزه الله صاحب السمو الضيف ووفده المرافق متمنيا له طيب الإقامة فيما تبقى من زيارته لبلدهم الشقيق. من جانبه عبر صاحب السمو الضيف عن خالص شكره لما لقيه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا لجلالة السلطان المعظم دوام الصحة والسعادة ومديد العمر وللشعب العماني الشقيق مزيدا من التطور والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة.